السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد مره اخرى. جاني واحد السؤال من واحد السيده، قالت لي بلي شي صاحبتها كاينه في الخارج برا، قالت لي كيفاش غادي تكون صلاه عيد الفطر في الدار. انا عارف هذه المعلومه وبزاف الناس يكونوا عارفينها، قلت بلا ما نجاوبها ندير فيديو يستافدوا حتى الناس الاخرين اللي كنعرف. صلاه الفطر في المنزل غادي تكون كتكون يا فردا او جماعه، ما غاديش يكون الاذان، ما غاديش يكون خطبه، وما غاديش يكون الاقامه. غادي تصلوا فيها جوج ركعات، كيكونوا في الاولى سبعة تكبيرات بتكبيرات الاحرام، يعني كتقول الله اكبر وكتزيدها ستة، وكتصلي من وراها كتقرا الفاتحه وسوره، ومن بعدها عاوتاني ملي كتكمل الركعه ديالك بتكبيره القيام كتزيد عليها خمسة تكبيرات، يعني ملي كتنوض وكتقول الله اكبر كتزيدها خمسة تكبيرات، وكتقرا سوره الفاتحه ومن بعدها سوره اخرى، وتكمل الصلاة ديالك. الله يقبل لينا وليكم وبمغفرة الذنوب إن شاء الله. وبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي يقدروا ما عارفينش هذه المعلومة هذه. تهلاو في راسكم.